نيجي على سؤال ثلاث، بحكي لي جد قياس الزاوية ألف باء جيم في كل من المثلثات الآتية. إحنا هون أنو زاوية رح ناخد؟ زاوية باء اللي هي عند الرأس باء. هون في الأولى نيجي بنحط المنقلة، الرأس تبعنا هو باء حكينا، فبالتالي بنحط المنقلة، رأس المنقلة عند النقطة باء، والخط على الخط، بيطلع معانا قديش قياس الزاوية؟ 90 درجة. 90 درجة. نيجي هون شايفين وين الزاوية باء مقلوبة؟ عادي احنا بنيجي نقلب كتابنا ونتحرك زي ما بدنا، الطريقة اللي بتريحك تستخدمها. نيجي بنحط النقطة عند باء والخط على الخط، وبنلاقيها واصلة لعند 90، فبالتالي قديش قياسها هون كمان؟ قياسها 90 درجة. نيجي على آخر واحدة عنا هون، بنحط النقطة عن نقطة والخط على الخط، هو مايل احنا بنميل، وكمان جاية 90 درجة. طبعا هدول كلياتهم فيهم زاوية باء بتساوي 90 درجة، اللي هي كلياتهم ايش؟ زاوية قائمة نعتبرها. لو جاب لي زي هذا النمط من الأسئلة شو ممكن أتصرف؟ طبعا هذا النمط من الأسئلة بحكي لك جد قياس الزاوية واحد والزاوية اثنين، ودمج لك هون الزاويتين مع بعض، وقال لك مثلا جد مجموع الزاويتين، بعد ما توجد قياس واحد وقياس اثنين بدك توجد مجموعهم مع بعض. طبعا أنا باجي بتصرف مع كل زاوية كأنها لحالها، أنا الزاوية الواحدة بدي فيها شعاعين، زاوية واحد وين الشعاعين تعونها؟ هذا الشعاع وهذا الشعاع. طيب بالتالي باجي بقيس ولا كأنه عندي زاوية اثنين ولا كأنه عندي هذا الشعاع الثالث، باجي بستخدم شعاع منهم ينحطه على الخط والنقطة عن نقطة، والشعاع الثاني اللي هو لوين حيوصل وأنو زاوية أو أنو رقم رح يكون وصل لعنده. هينا حطينا الخط هذا اللي تحتاني اللي هون اخترناه، هو نحطه الخط على الخط، وهي النقطة عن نقطة، وطبعا الخط جاي لليمين، فبالتالي أو الشعاع هو جاي على اليمين. نيجي من عد الأصفاء أو من جوا، طبعا الأرقام من جوا، هاي الصفر موجود جوا، فبنبلش 0 10 20 30 لعند وين وصل؟ لعند 50، فبالتالي زاوية واحد كم قياسها؟ 50 درجة. نيجي هلأ على زاوية اثنين، زاوية اثنين هاي الشعاعين تعملها، نيجي بنحط واحدة فيهم بنخليها هي القاعدة، فبنحط الخط على الخط والنقطة على النقطة، وبنبلش هلأ بنشوف عنا ناخد الأرقام اللي جوا لأنه الخط جاي لليمين والصفر جاي جوا، فبالتالي بناخد الأرقام اللي جوا 0 10 20 30 لعند 60، وبعد 60 جاي مع الشحطة الطويلة اللي هو بتمثل لي 65. طيب نكتب إذن هاي الزاوية كانت 65 درجة. طب كم مجموعهم التنتين؟ مجموعهم حيكون 65 زائد 50 درجة اللي هي كم بتساوي؟ 115 درجة. هلأ افتح لي كتابك صفحة 117، عندك سؤال 4 بدي اياك تحله، وقف الفيديو شوي وحله انت لحالك كتحدي، بعدين ارجع شوف الاجوبة الصحيحة. طيب نشوف هلا الاجوبة مع بعض. احنا طبعا مدينا الشعاع، مدينا الخط عشان ايش؟ نعرف قديش قياس المنقلة بطريقة صحيحة بالضبط وبطريقة دقيقة. نيجي هون على الزاوية واحد، هي الشعاعين تعاونها، حطينا الخط على الخط والنقطة على النقطة، بتطلع معانا وصلت لعند مين؟ طبعا ناخد الأرقام اللي جوا 0 10 20 لعند مين؟ 25. إذا بتطلع قياس زاوية واحد 25 درجة. زاوية اثنين طبعا لأنه إحنا عملنا هاي الشحطة، فبالتالي خليها هي هاي اللي هي الشعاع الثاني اللي رح نقيس منه الزاوية، فبالتالي بناخد القاعدة مين؟ اللي هو الشحطة هاي اللي هي الشعاع الثاني اللي هون، فبنيجي طبعا النقطة عن النقطة والخط على الخط، وبتيجي تقريبا أو مش تقريبا، هي بالضبط حتيجي عند 45. إذا بتطلع زاوية اثنين قياسها 45 درجة. فهلأ بتجمعهم مع بعض لأنه هو هيك طالب بالسؤال، 25 زائد 45 كم؟ 70 درجة. طيب نيجي هون برضو طولنا هاي هذا الشعاع عشان نقدر نقيس بشكل دقيق، بنحط النقطة على النقطة، طبعا زاوية واحد هاي الشعاعين تعاونها هاد وهاد، إذا نخلي هاد هو القاعدة، النقطة طبعا زاوية واحد هاي الشعاعين تعاونها هاد وهاد، إذا نخلي هاد هو القاعدة، بنحط النقطة على النقطة والخط على الخط، وبناخد الأرقام اللي جوا لأنه الخط جاي لليمين، فبالتالي عنا هون صفر جاي جوا، فبالتالي باخد الأرقام اللي جوا، بمشي قديش بطلع معاي؟
تقريبا هاي 140 جاي بعد 140 عند الشحطة هاي، فبالتالي راح تكون 145. إذا زاوية واحد 145 درجة. طيب نشوف زاوية اثنين، برضو احنا بدنا القاعدة اللي هي التحتانية مش اللي احنا مدناها، راح تيجي 35 درجة. 35 درجة طبعا زاوية اثنين، هاي هدول هم الشعاعين تاعونها. طبعا هذا زاوية واحد واثنين بتمثل لي خط مستقيم اذا لاحظتوا، فبالتالي مجموعهم مع بعض لازم يعطيني 180. نيجي بنجمعهم بطلع معاي الجواب 180 درجة. ليش؟ لان الخط المستقيم قديش قياس زاويته كاملة راح تكون 180 درجة. نشوف اخر رسمة عنا هون، هاي زاوية واحد الشعاع الاول، وهي مدلنا هذا الشعاع الشعاع الثاني تبعها. بنيجي بناخذ هذا الشعاع هو القاعدة وبنحط النقطة على النقطة والخط على الخط وبنبلش نقيس. في عندي هون من الصفر رح تبلش اذا من جوا، فبالتالي بنيجي بنطلع هون بنلاقيها عند مين؟ عند 120. اوعك تغلط وتخربط وتاخذ 60، دير بالك انت عم تطلع على الارقام اللي جوا. ليه؟ لانه الصفر جاي جوا. فبالتالي كم الارقام اللي جوا؟ ليه؟ لانه الصفر جاي جوا. فبالتالي كم قياسها؟ 120 درجة. 120 درجة. نشوف زاوية اثنين، مين راح نخلي القاعدة اللي احنا ما مديناها؟ هاي، اذا هاي بنخليها القاعدة. طبعا الشعاعين تاعون زاوية اثنين هاد وهاد اللي هي اصلا موصلة بيناتهم. نيجي هون بنحط النقطة على النقطة والخط على الخط، وبنيجي من عند الشمال. الشمال بحكي لي باخد الارقام اللي برا لانه الصفر جاي برا. باجي هون بنمشي بالارقام اللي برا، بنلاقي الخط وين جاي؟ عند 150. دير بالك برضو تاخذ الرقم اللي جوا، احنا هون ارقام برا لا تخربط. 150، اذا نكتب 150 درجة ومجموعهم مع بعض حيطلع معاك 270 درجة. خلينا نشوف الواجب. الواجب عندك صفحة 118، عندك السؤال الأول، عندك هذا الشكل فيه زوايا انت بتقدر تطلع الزوايا اللي بدك اياهم. طبعا كل الزوايا بدك انت هون تطلعهم، بدك تسمي الزوايا. مثلا عندنا هاي زاوية وهاي زاوية، ومن هون لهون وهون زاوية. طبعا هون ما رح تسمي الزاوية ميم لهاي ولهاي، لأنه الزاوية ميم كأنك انت حيرتني طب اخذ هاي الزاوية ولا هاي، فبالتالي هون رح تضطر انك تستخدم انك تسمي الزاوية حسب الثلاث رموز اللي عندك. يعني هون هاي الزاوية مثلا ها ميم حاء، ها ميم زين، عشان انا اعرف انو زاوية بدك بالضبط انو جهة. تمام. وهون حا ميم نون، يعني ما بدنا نكمل حل الأسئلة، انت حلها لحالك. وطبعا مطلوب منك توجد قياس الزوايا هاي اللي انت رح تسميهم. طبعا بدك تعين كمان الرأس لكل زاوية، وكمان ايش الضلعين تعونها اللي هم ايش اتفقنا الضلعين اللي هم الشعاعين. هون سؤال اثنين عن الاخطاء في القياس، انت بدك تحدد شو الخطأ اللي هو عمله وبدك توضحه. هون السؤال ثلاثة بدك تستخدم المنقلة، سؤال ثلاثة بدك تستخدم المنقلة عشان توجد قياس هدول الزوايا اللي موجودين قدامك. وبالتوفيق.